نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. فاكهة خضروات حليب ومكسرات لحم وحبوب كلها فيتامينات. اسمعوا مني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. صحتي في الطعام أنمو بانتظام، غذائي السليم كله فيتامينات. اسمعوا مني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. اسمعوا مني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. نصيحتي نصيحة حلا. السلام عليكم يا أصدقاء، اسمي حلا، أنا أحب الطعام الصحي والمفيد المليء بالأملاح المعدنية. الأملاح المعدنية مواد طبيعية تساعدنا على بناء أجسام سليمة وقوية. تعالوا معي سأخبركم اليوم عن المغنيسيوم. إنه ضروري لإنتاج الطاقة ولعمل القلب والأعصاب وللوقاية من التشنجات العضلية المؤلمة. في المتجر الكبير نجد المغنيسيوم في الكاجو، الفستق، البذر، التمر، الزبيب والتين المجفف. هل تعلمون يا أصدقائي أن التين ذكر في القرآن الكريم؟ هل تعرفون؟ سأتناول اليوم طعاما غنيا بالمغنيسيوم. انظروا، المغنيسيوم موجود في التمر، الزبيب، التين المجفف، الكاجو، الفستق، والبذر. المغنيسيوم ضروري لإنتاج الطاقة. المغنيسيوم ضروري لعمل القلب والأعصاب. المغنيسيوم ضروري للوقاية من التشنجات العضلية المؤلمة. بمساعدة الأملاح المعدنية ننمو بصحة جيدة ونبني أجساما قوية. اسمعوا نصيحتي، إلى اللقاء. اسمعوا مني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. فاكهة خضروات حليب ومكسرات لحم وحبوب كلها فيتامينات. اسمعوا مني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. صحتي في الطعام أنمو بانتظام، غذائي السليم كله فيتامينات. اسمعوا مني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام،
نصيحة حلا.